بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب العشرين من الكتاب التاسع، كتاب الأشربة، باب في الشرب بثلاثة أنفاس. يبقى ما تيجي تشرب ما تشربش إيه مرة واحدة كده لحد ما تشرق، اشرب شوية وبعدين إيه ابعد الإناء وخد نفس وبعدين اشرب تاني كده. أمرأ يعني أسهل في البلع لحد ما الحاجة تعدي، فهمت إزاي؟ يبقى أمرأ وأهنأ، ويكون أسهل ليك في الهضم وأسهل ليك في إيه في التناول، يا إما على نفسين أو على إيه ثلاثة أنفاس، يعني تاخد نفس أو تاخد إيه نفسين على حسب. عطشان قوي اشرب على ثلاث أنفاس، يعني ثلاث مرات. واحد مرة صديقي كان بيشرب شرب كوباية كاملة مرة، أقول له على ثلاث، قال لي ما هو ده أول نفس، أنا هشرب كوباية بعد، هشرب كوباية لسه بقى. من لطائف يعني المصريين، يعني واخد بالك. باب في الشرب بثلاثة أنفاس. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في سننه الحديث 66 بعد 100 و2000، قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاث. ما يقصدش في الإناء، يعني في داخل الإناء، يعني في أثناء الشراب من الإناء ثلاثا، فهمت إزاي؟ يعني مضمنة جملة إيه فيها، يعني مش هيتنفس جوه الإناء كده يقعد ينف فيه وبعدين يشرب، لا، يبعده، ياخد نفس وهو باعد الإناء، يميت الإناء عنه. كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاث. والزعم في لغة قريش معنى القول المحقق، يبقى الزعم هنا في لغة قريش معنى إيه؟ القول المحقق. لكن في لغتنا احنا الحديثة القول الذي لا دليل عليه، الدعاء بس، فهمت؟ لكن في لغة قريش ليها معنى إيه؟ القول المحقق. عارفين احنا قصة الأعرابي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتزعم أن الله أرسلك؟ مش قال له كده، أتزعم يعني تقول قولا محققا، فهمت إزاي؟ باب من شرب بنفس واحد. وعن أبي قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن أيوب بن حبيب الزهري عن أبي المثنى قال كنت عند مروان، اللي هو مروان ابن الحكم كان والي على المدينة قبل ما يبقى خليفة، فجاء أبو سعيد فقال رجل، اللي هو أبو سعيد الخدري الصحابي سعد بن مالك، فقال رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، يعني ساعات أشرب 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 ونفسي عايز بقى تنفس ولسه ما تروتش، أعمل إيه؟ قال فأبن الإناء عن فيك ثم تنفس واشرب تاني يا أخي، إيه المشكلة؟ يعني شوف بيسألوا النبي في حاجات بسيطة، لكن النبي طويل البال، واخر مش يقول له ايه التفاهة دي، هي وانا مالي، ما يقولش كده. يعني لو حد جالك انت قال لك الحكاية دي يقول لك انا بشرب اشرب كده ولا اروى من مرة واحدة، هتقول له ايه؟ تقول له انا مالي، ما تشرب تاني واخلص. لكن النبي جميل، رايح لأمة أمية بيرعوا شوية غنم عايشين ورا الجمال في صحراء ما حدش علمهم حاجة، فكان يكلمهم في كل حاجة حتى لدرجة كيف يستنجى من الخراء،
يعني ابصر حاجه ما سابهمش صلى الله عليه وسلم، لحد ما طلع منهم ايه عظماء الامم صلى الله عليه وسلم، من غير ما يبني جامعه ولا مدرسه صلى الله عليه وسلم. قال رجل: يا رسول الله، اني لا اروى من نفس واحد. قال: فابن الاناء، يعني افصله عن فمك وخد نفس كده واستريح ونكمل شربتين. فابن الاناء عن فيك، ابن يعني ايه افصله ابعده، فهمت؟ ثم تنفس. قال: اني ارى القذاء احيانا وانا بشرب يا رسول الله، الاقي كده في ايه قذر في الشرب اللي بشربه، اني ارى القذاء. قال: اهرقه، خلاص ارميه، واخد بالك؟ صلى الله عليه وسلم. اللي انت بتشوفها ان هي اجابة بدهية، كان بالنسبة للاعرابي البسيط دي مش بدهية. اولا ده المية نادرة في البيئة اللي هو عايش فيها، انت هنا نهر النيل شغال ارمي وهات غيره، لكن ده في البيئة العربية اللي عايشين في الصحراء يبقى عندهم المية دي شيء غالي، لانه بيبقى احيانا ما عندوش الا هو دي بس. فهو بيقول له: ساعات ارى القذاء. فالرسول قال له: اهرقه، يعني ان كان عندك غيره، فهمت ازاي؟ ان كان عندك مية غيرها خلاص ما تغصبش على نفسك، يعني انك انت تشرب حاجة وشايف فيها اقذار. وعنه بي قال: حدثنا ابو المغيرة قال: حدثنا الاوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة قال: حدثني ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه. ليه؟ علشان هو بياكل بايده اليمين دي، هيجي كمان يبول يمس ذكره بيمينه بعد كده ياكل؟ يعني ما ينفعش، فاهم؟ من باب النظافة الشخصية. إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، عشان اليمين دي للأكل وشرب وتناول الأشياء الشريفة، والشمال لغير ذلك. ولا يتنفس في الإناء، يعني لا يتنفس داخل الإناء، علشان ما يخليش إيه اللي من وراه عايز يشرب يتقذر الإناء ويضطر يقعد يغسله بقى وينظفه والميه قليله، فما فيش داعي انك انت تتنفس جوه الاناء. باب في الذي يكرع من النهر. الكرع اللي هو ايه؟ انك تتناول الميه بفمك مباشره كده من غير كوب، ده اسمه ايه؟ كرع. يبقى كرع يعني ايه؟ يعني يحط بقه كده في الميه يشرب كده من غير ايه؟ من غير اله ولا حتى ايده، فهمت؟ يا اما ينبطح على بطنه ويحط بقه كده في الميه يشرب زي الدبه، يا اما تكون الميه نازله من علو يقوم يشرب كده وهو واقف من بقه على طول، من الميه على طول، فاهم؟ ده اسمه الكرع. نهى النبي عن الكرع واجاز الكرع، يبقى نفهم من هنا ان نهى عن الكرع بطريقه الانبطاح، واجاز الكرع بطريقه ما لم يكن فيها انبطاح كده على البطن حتى لا تكون على هيئه مزريه، فهمت؟ لان قد يكون الماء نازل من علو فممكن تكرع منه وانت من غير ما تنبطح، فهمت؟ باب في الذي يكرع في النهر. وعن ابي قال: اخبرنا اسحاق بن عيسى قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث الانصاري عن جابر بن عبد الله قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار، اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار يعوده، يعني النبي راح يزور واحد من الانصار مريض، وجدول يجري، وفي جدول ميه بيمشي كده، فقال: ان كان عندكم ماء بات في الشن في القربه يعني، والا كرعنا. يعني النبي كان عطشان، قال لهم: لو عندكم ميه ساقعه موجوده في القربه بايته طول الليل فبتبقى بارده حلو نشرب منها، ما عندكوش هنكرع. نكرع يعني ايه؟ يعني نشرب، لان ما بيبقاش في انيه، مش حاطين على الجدول يعني كوبايات، فنكرع يعني نشرب بفمنا مباشره، فهمت بقى؟ واصل كلمه الكرع جايه من الكوارع، عارف انت الكوارع اللي هي رجلين الدبه؟ الدبه ما تيجي تشرب تحط كوارعها كده رجليها يعني في الميه وتشرب، فسمي الكرع عشان ايه؟ بتضع كارعها في الماء وتشرب بفمها مباشره، فسمي ده اصل الكلمه يعني، فهمت ازاي؟ باب في الشرب قائما.
وردت أحاديث في النهي عن الشرب قائما، ووردت أفعال للنبي أنه شرب قائما، ففعله يدل على الجواز والتحريم يدل على إيه؟ الكراهة. لما يقولك ما تشربش قائما وهو شرب قائم، يبقى الشرب قائما قرينة إن يجعل النهي ده للكراهة وليس للتحريم. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا شريك عن عبد الكريم عن البراء ابنة أنس عن أنس عن أم سليم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة قائمة. طب ما هو النبي نهى عن أننا نشرب من فم القربة مباشرة، فاكرين؟ وهو شرب من فم القربة. فهمت؟ يبقى النهي لنا إذا خالف فعل النبي قوله يقدم إيه؟ يقدم القول، والفعل قد يكون خاص به. فهمت بقى ازاي؟ او ان النهي للتقذر، ان الانسان لما يشرب من فم القربة يتقذره غيره، والنبي لا يستقذر، فالنبي خارج عن المسألة. فهمت بقى ازاي؟ حتى لما عمل كده سيدنا رسول الله قاموا الى فم القربة وقطعوه عشان يحتفظوا بيك تبركا. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو انت شربت على طول هيقوموا يقطعوا القربة كلها ويرموها عشان ما حدش يشرب منها تاني. يبقى النبي كان ايه؟ بركة، وتصرفاته كانت ايه؟ الصحابة تتمنى ان هي ايه؟ تحتفظ بأي بركة منه صلى الله عليه وسلم. يبقى شرب من فم القربة وقائمة، وهو نهى عن الشرب قائما وعن ايه؟ وعن الشرب من فم القربة. يعني عمل منهيين هو نهى عنهم، عملهم الاثنين في وقت واحد. يبقى النهي للكراهة وليس للتحريم. فهمت بقى؟ النهي للكراهة وليس للتحريم. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا عمران بن حدير عن أبي البزري يزيد بن عطارد عن ابن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سبيل الإباحة يعني، وإن كان الأفضل إنك أنت تكون في حال سكون عند الأكل والشرب. لكن أحيانا الإنسان يكون في ظروف عمل ما عندوش وقت يسكن، فممكن تأكل وأنت ماشي في الحالات اللي زي. وعن أبي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. باب من كره الشرب قائما. وعن أبي قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال وسألته عن الأكل قال ذاك أخبث. إذا كان الشرب قائم منع عنه يبقى الأكل من باب أولى. ذاك أخبث يعني الأكل قائما أشد كراهة من الشرب قائما. فهمت؟ أدي معنى كلامه. وعن أبي قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن أبي زياد الطحان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه يشرب قائما قيء، قال لما قيء؟ يعني إيه؟ يعني استقي ما شربت. قال أتحب أن تشرب مع الهر؟ عايز تشرب مع القطة؟ تبقى القطة بتشرب وانت بتشرب جنبها؟ قال لا. قال فقد شرب معك شر منه الشيطان. فهمت؟ يبقى من شرب قائما بغير عذر لو استطاع ان يقيء نفسه من شدة ايه؟ كراهة ذلك. وقالوا ان الشرب قائما يؤدي الى ايه؟ ضعف في الكبد، يؤدي الى الكباد، يعني مرض في الكبد، لان الكبد شغلته ما يشتغلش الا بحرارته 40. يعني الكبد العادي جوه بطنك ده بيشتغل جوه حرارته 40 وانت حرارتك 37، فسبحان اللي ايه؟ اللي مخلي كل جزء في جسمك ليه حراره، والعين حرارتها 35 والخصيه حرارتها 36 والكبد 40، حاجات سبحان الله يا اخي، كل حاجه ليها الحراره بتاعتها، كانها اجواء زي ايه؟ حتت شتويه، حتت ايه؟ صيفيه، حتت فأجزاء مختلفة للجسم، مع إنه الدم بيجري في كله، سبحان الخالق له ترتيب. فلما تيجي تشرب واقف ومية ساقعة وتنزل على المعدة
والمعدة رقدة على الكبد، تقوم تبرد الكبد، تقوم تعطل شغله. عشان كده قالوا ان الشرب واقفا لو كان ماء بارد يعطل ايه وظائف الكبد، لانه بيبرده، فهمت؟ والكبد لما تبرده ما يقدرش ايه يشتغل الشغل الوظائف بتاعته العادية بصورة طبيعية. فقالوا ان الشرب واقفا يورث الكباد، الكباد اللي هو ايه داء الكبد يعني، فهمت؟ باب الشرب في المفضد. المفضد اللي هي انية الفضة يعني. معلوم ان الشرب في انية الذهب والفضة حرام للرجال والنساء. وعن ابي قال اخبرنا احمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ام سلمة رضي الله عنها انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية من فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر يعني يتجرع جرع وراء جرع، ادي الجرجرة. الجرجرة يعني ايه؟ جرع وراء جرع، فهمت؟ فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم لارتكابه للحرمة يعني المستوجبة للنار. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة إلى المدائن فاستسقى. حذيفة بن اليمان كان والي على المدائن، فطلب يشرب، فأتاه دهقان بإناء من فضة. دهقان اللي هو ايه؟ زعيم الفلاحين اللي هم بيزرعوا الارض، الزعيم بتاعهم او المسؤول عنهم يسموه ايه؟ دهقان باللغة ايه العجم يعني. فجاب له اناء من فضة فايه يشرب مية، فراح مسك الاناء وراح قبطه في وشه كويس، فرمى به وجهه. اللي واقفين طبعا تعجبوا، ايه ده اخلاقه صعبة ليه كده؟ ايه ده راجل جايب له اناء وراجل عظيم يعني قومه دهقان عمده يعني رئيس البلده، فاهم؟ وبعدين ياخده كده ويرمي في وشه يقول لولا اني نهيته مره ومرتان وثلاثه وخمسه، وبرضه يعمل كده. فبيعاقبه يعني لانه هو نهى كتير، قال احنا ما بنشربش في الفضه احنا مسلمين، وكل مره يجيب له اناء فضه فتغاظ منه بقى. فجاء اخر مره ضربه بيه في وشه، فاهم؟ بس تقول الصحابه اخلاقهم وحشه قوي، ايه ده؟ ضربه في وشه كده؟ ايوه ما يا عم، ما هو قال له كده كذا مره، قال له كذا مره احنا مسلمين ما بنشربش في اناء الفضه. بعد يومين يقول له عايز اشرب، يجيب له اناء الفضه. احنا مسلمين ما بنشربش في اناء الفضه، تاني مره. بعد يومين عايز اشرب، يجيب له اناء الفضه تاني. يا ابني انا مش قايل لك احنا مسلمين ما بنشربش في اناء فضه؟ يعني لما جابها له بقى خامس راح له طب خده بقى علشان ايه ادبه يعني، فهمت؟ فاتاه دهقان باناء من فضه فرمى به وجهه، فقلنا اسكتوا ده غضبان اسكتوا ما تسالوش حاجه دلوقتي، فان ان سالناه لم يحدثنا. وهو غضبان كده مش هيقول لنا حاجه، سيبوه مياد عشان نساله ليه هو عمل كده. فلما كان بعد وده يعلمك الادب، لما تلاقي شيخك غضبان ما تسالوش، سيبه لما يهدى، فهمت ازاي؟ يعني الادب طلب العلم، نتعلم الحكايه دي. تلاقي الشيخ مثلا عنده انزعاج او مريض او بقاله مده بيدرس ساعتين ثلاثه وانت عايز توقفه كمان ساعه تكلمه، يعني اهدى شويه خليه لما يهدى ومره ثانيه بساله، فهمت بقى ازاي؟ فلما كان بعده قال اتدرون لما رميته؟ انتوا فاكرين لما انا رميت الراجل ده فاكرين؟ هدي بقى بعد كام يوم كده وقابلوه وقعد. قلنا لا. قال إني كنت نهيته يعني مرارا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب في أنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج، ده للرجال. نهى عن لبس الحرير والديباج ده للرجال، والنهي عن أنية الذهب والفضة للرجال والنساء، فهمت؟ وقال هما لهم في الدنيا، يعني ايه؟ يعني انية الذهب والفضة والحرير والدباج دول للكفار يستمتعوا بهم في الدنيا، لان هم مش ملتزمين بفروع الشريعة، وان كانوا مطالبون بفروع الشريعة لكن هم غير ملتزمين. ولكم في الاخرة
يعني المؤمنين يستمتعوا بها في الجنة بقى في الآخر. باب في تخمير الإناء، تخمير الإناء يعني هي تغطية الإناء. وعن أبي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير قال حدثني جابر قال حدثني أبو حميد الساعدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلبن. حميد الساعدي جاب لبن إناء واسع كده وماشي بيه في الشارع كده مدة طويلة رايح للنبي، لما غبار الطريق كله جاف اللبن، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألا خمرته؟ مش كنت تغطيه؟ بيعلمهم ازاي الانسان يحافظ على الطعام، فهمت بقى ازاي؟ فقال ألا خمرته؟ ولو تعرض عليه عودا، ولو حتى تحط عود كده بس عشان تمنع عنه ايه وقوع الأذى فيه. وعنه به قال حدثنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، الوضوء اللي هو المية اللي حنتوضى به، الوضوء بفتح الواو يا كذا، ماء الوضوء يعني، وإيكاء السقاء، تربط السقاء، إيكاء السقاء يعني تربطها عشان ما يدخلش فيها أذى، وإكفاء الإناء، والإناء الفاضي تحطه على وجهه كده علشان ما يبقاش إيه بعدلته كده يجي حشرات تدخل فيه، تيجي دواب أي حاجة سحلية، برص، صرصار، تعبان، عقربة، هم عايشين في بيئة صحراوية وحارة، والبيئة دي بتبقى الحشرات فيها كتير، فهمت إزاي؟ فعشان كده بيعلمهم الإناء فاضي حطه على فوهته كده، فهمت إزاي؟ لو في حاجة غطيه. دي كلها آداب، وكل الأوامر دي أوامر إيه؟ إرشادية للاستحباب وليست للوجوب. باب النهي عن النفخ في الشراب. لما يجي لك شراب سخن سيبه لما يبرد لوحده، انما مش تقعد تتفتف فيه، طب ما انت كده هتخلي ناس تقرف. عشان كده في اعياد الميلاد يحطوا الايه، يحطوا الشمع، وبعدين كل العيال ايه يروحوا تفين في التورتايه عشان يطفوا الشمع، وبعدين تاكل تورتايه مختلطه ايه ببرابير كل العيال اللي حاضرين. كده غلط، كده غلط، حرام كده. ليه؟ لأنه يؤدي إلى انتشار الأمراض، ده بيعطس وده عنده مش عارف إيه، والعيال لما بتيجي تنفخ مش بتنفخ بالهوى، ده بينفخ بكل حاجة، بمناخيره وبقه وبكل حاجة، بيطلع منه زي المكواجي كده، واخد بالك، مطرة. يبقى ما ينفعش، دي من العادات الوحشة السخيفة اللي أنا غيرتها في الإيه في عائلتنا وأصدقائنا، لما أحضر أنا عيد ميلاد ولاقيهم بقى إيه مولعين الشمع وقاعدين إيه يعملوا كده ويطفوا، يقول لك اطفي بقى الشمع كده كلهم، أقول لهم لأ، كل واحد يبقى ماسك ورقة في إيده، وبعدين لما تيجي تطفي تعمل كده تهوي يقوم يطفي الشمع، إنما محدش يطفي ببقه، فهمت ازاي؟ لان زي النفخ في الاناء، نهى النبي عن النفخ في الاناء برضو، ليه؟ لان ده هيؤدي الى تلويثه وبعد كده نيجي نشرب منه، فما ينفعش. الحاجات دي الامور دي كلها على فكره كانت ايام النبي ثوره في الصحه، الناس ما كانتش تعرف الحاجات دي ولا في اوروبا ولا في اي بلد العالم، امريكا دي لسه ما كانتش اتعرفت، كانت لسه في غياهب المجاهيل. قال وعن أبي قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني قال قال مروان لأبي سعيد الخدري هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ قال نعم. طب افرض الشراب بقى جاي لك سخن، خلاص سيبه ما يبرد شوية، لازم تاخده وهو سخن كده وتقعد تتف فيه وبعدين تشربه، ما النفخ ده بيبقى مصحوب بريق معاه وانت مش واخد بالك. وعنه به قال اخبرنا عمرو بن عون عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. لو مش مصدق ان النفخ ده مصحوب بريق، طب هات كده لوح زجاج وانفخ فيه، هتلاقي فيه ايه؟ بقى فيه مية، صح ولا لا؟ يبقى النفخ ده اللي من الفم مصحوب بريق بس انت مش واخد بالك، مش شايف، لكن حطه كده قدامه لوح زجاج هتلاقيه بان على طول.
باب في ساق القوم آخرهم شربا. لما تيجي انت تشرب تشرب ناس، الأدب انك تشرب آخر واحد. وعن أبي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربا. يبقى احنا كده طعمنا وشربنا، مش خلصنا باب الأطعمة وين باب ايه الأشربة؟ هنخش بقى ننام شوية، فلما ننام هنشوف الرؤية صح. فجاب له بقى ايه كتاب الرؤية بعدها على طول. شفت الترتيب؟ المصنف كتابه الأطعمة، كتابه الأشربة، كتابه الرؤية. طب ايه العلاقة؟ لأن تمام اللي بياكل ويشرب بيحب ينام شوية، ولما ينام هيشوف الرؤية. فهمت بقى يا سيدي؟ يبقى ايه نكمل غدا ان شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.